تتواصل المظاهرات الاحتجاجية في باكستان ضد حكومة نواز شريف، حيث تتهمه المعارضة بتزييف انتخابات أيار مايو 2013، على الرغم من أن المراقبين وصفوها حينها بأنها ذات مصداقية. وأعلن حزب الإنصاف الذي يتزعمه المعارض عمران خان الاثنين أن نواب هذا الحزب سيتخلون جماعيا عن مقاعدهم في جميع البرلمانات الوطنية والمحلية في البلاد، تعبيرا عن احتجاجهم على الحكومة. ويطالب خان والمعارض محمد طاهر القادري باستقالة حكومة نواز شريف وإجراء انتخابات جديدة، رافضين على ما يبدو محاولات الحكومة إطلاق محادثات رسمية مع المعارضين. كما أعلن خان الاثنين أنه سيتوجه الثلاثاء في مسيرة إلى المنطقة الحمراء التي تضم مباني الحكومة والسفارات الأجنبية مع أنصاره والناشطين في حزبه، كما دعا إلى العصيان المدني لطرد نواز شريف من الحكم.